إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فحديثنا اليوم عن الجود والكرم. الجود والكرم من أعظم الخلال وأعلى الخصال وأجمل الصفات والأخلاق، وحسبكم بها كمالًا أن الله تعالى وصف نفسه بالجود والكرم. فإن من أسماء الله تعالى الجواد، كما ثبت في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وإن من أسماء الله تعالى الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ومن أسمائه سبحانه الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. ذلكم لكمال صفاته وجميل أسمائه، ذلكم لإحسانه العظيم وإنعامه الجليل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من غير أن يكون من خلقه أي تقديم لأي بذل، بل كرمه ابتداء من غير معاوضة. خلقهم وأكرمهم وأنعم عليهم وأعدهم وأمدهم، وجعل لأعمالهم جزاءً وأعمالهم كرمٌ منه، ويعطي على القليل الذي يعملونه الكثير، بل إنه يطعم الكافر الذي يعاديه، يقاتل أولياءه وأنبياءه ويقتلهم، فيطعمه ويسقيه ويعيش في أرضه وسمائه، بل ربما يغنيه. كل ذلك من كرمه سبحانه وتعالى. ويعفو ويغفر ويستر على العصاة، ويدخلهم الجنة، ويدخل من شاء الجنة بغير حساب ولا عذاب. كرم لا يقاربه كرم، فلو اجتمع الخلق كلهم فجمعوا كل ما حصل لهم من كرم ما بلغ ذلك مكرمة من مكرماته لأدنى خلقه. الكرم في صفات المخلوقين صفة جليلة تدل على شجاعة ونبل في الإنسان، وتدل على جميل خصال وإقدام وبعد عن الشح ورغبة عن الكثرة للنفس. الجود، قبل أن نتحدث عنه لا بد من ضبطه، فلا ينبغي أن يكون الجود سبباً في التبذير والإسراف. لا يمكن أن يكون جواداً كريماً
على الصفة المرغوبة أو المرغوب فيها لا عنها، وهو سفيه يطير ماله كل مطير. وقد تكون صفة الكرم في إنسان هي طبع فيه لا يفعله لوجه الله فلا أجر له فيه، يأخذ ثوابه في الدنيا ثناء من الناس، أما إن كان لوجه الله فما أعظمه وما أجله. وذلك الرجل الذي كان في دنياه لا يقدم خيرا ويبعث يوم القيامة يسأل ماذا عملت، فيقال لم أعمل خيرا قط غير أنه كان لي غلمان وكان لي ديون على الناس، فأبعث غلماني أقول لهم إذا مررتم بمعسر فأنظروه وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فيقال له نحن أحق بذلك منك تجاوزوا عنه. والحديث عن فضائل الكرم ومآثره وأجره في الدنيا قبل الآخرة يطول، ولكننا نتكلم عن بعض ما نحتاجه من ذلك. عباد الله، أولا لا بد من التذكر بأن الكريم لا يستغل، وهذا ضابط أخير لهذا الموضوع لأنه قد يطول الكلام فيه، ويكفي في ذلك قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذا كان كريما وقال لك ارجع فقد علمت من طبعه أنه لا يقول ارجع إلا فيما يحتاج إليه، فإن قيل لك ارجع وبقطع النظر عن صفة من قالها فهل تصر على أنك تدخل؟ هل تصر على أنك تستأذن؟ لا، بل إن الكريم هو الذي إذا وقف بباب أخيه فرده رجع وعذر، فهذا من كرم طبعه. عباد الله، الكرم والجود يكون بالنفس ويكون بالعلم ويكون بالمال ويكون بالجاه، بكل ما يمكنك أن تقدمه لأخيك فلا تبخل، لكن أعلى ذلك الكرم والجود بالنفس، أن يجود الإنسان بدمه بنفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالعبد إذا كان يجود بنفسه فما دونها أهون، وأما إذا كان العبد بخيلا بماله فكيف يمكنه أن يجود بنفسه؟ الأمر صعب، الذي لا يجود بالقليل يصعب عليه أن يجود بالكثير. وهذا الجود من صفات ذوي المآثر العظيمة الذين علا كعبهم في الصفات الجليلة، وعندما نستحضر أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف كان يجود بنفسه في مواطن القتال في سبيل الله، نستذكر في هذه اللحظة لما أقبل المسلمون في حنين في الوادي وفر العدو على وجه المكيدة والخدعة، وأقبل الناس على الغنائم ورغبوا في شيء منها، وأصاب بعضهم نوع
اغترار بالعدد، وكان معهم من الطلقاء من كان. ثم وإذا بهم بين فك الكماشة والمشركون يرمون عليهم الحجارة من الجبال ويرمونهم بالنبال، لا يكاد سهم يخطئ رجلا، ففر القوم. ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر إلا نحو من 14، فضرب بغلته وانطلق تجاه العدو. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجام بغلته يردها، وهو منطلق عليه الصلاة والسلام لا يلوي، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه الشجاعة والكرم ببذل النفس لله، لأنه لو يفعل ذلك لاستمر الناس بالفرار. هذه الصور من البذل، من أن يفدي دينه بنفسه، هذا لا يكون إلا مع عظم شجاعة وقوة نفس. هذه كلها من ثمرات الإيمان واليقين. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صور لا تحصيها. أنس بن النضر لما غاب عن بدر وأصابه لوعة بذلك، وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام: لئن أشهدني الله معك قتالا للمشركين ليرين مني ما أصنع. ثم هاب أن يزيد، خاف أنه لا يستطيع أن يؤدي ذلك عندما تهدأ النفس عن الحماسة. ولما كانت أحد وانصرف القوم، حينما بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل وقد ذهبت الدنيا، ثبت أنس بن النضر حتى إذا رآه سعد وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. وانطلق يقول سعد: يا رسول الله، والله ما استطعت ما صنع. فنظروا وإذا به 84 بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف. هذا الجود بالنفس، وكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان كذلك، كلهم ذلك الرجل، وإن تفاوتوا فإنهم كما قال سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، الجود بالنفس له مكان، وهو الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وعن الشهادة في سبيل الله، وعن الدرجات. من صور الجود، الجود بالعلم. والجود بالعلم أمر مأمور به، أنت مأمور بأن تتعلم، ومأمور وستسأل عن العلم وعن التعليم. وذم الله عز وجل بني إسرائيل الذين كتموا العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذا يشمل ما كتموا مما علموا من أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب اتباعه والذي قد أخبروا عنه في كتبهم، فبخلوا بذلك. فنعى عليهم سبحانه وتعالى وبين ما هم عليه
وأن الله سيعذب هذا الصنف من الناس ذلك العذاب. فالعلم ليس كالمال، العلم أعظم. وكما أن الأمة فيها من الحاجة إلى المال فيها حاجة إلى العلم أعظم، لأنه بالعلم تزول الضلالات وتضاء الطرقات المظلمات، فطريق الضلال طويل مع العلم يزول ومع الجهل يطول. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون على باب من أبواب العلم مرابطا يعلم الناس ويجمعهم إلى العلم بالعظة وبالإحسان بالكلمة وبالحكمة، يطوي جناح العزة بالذل لهم حتى يقربهم إليه، كما لو كان يبيع سلعة يتذلل يذللها يروجها، يأتي بالعلم يروجه لا ينفر الناس ثم يقول أقمت الحجة. فعليك بأن توصل العلم في ثوب من الأخلاق والإخلاص والذل لإخوانك. ألم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلم أصحابه ويعلم أمته، وأن يكون تعليمه إياهم برفق ولطف؟ ألم يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه وهو أكرم الخلق وأعلاهم منزلة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والمشركون يتصرفون في إضلال الناس وإبعادهم عن الله والصد عن الله بكل وسيلة، من الوسائل العلمية، من المحاضرات، من المناظرات، من المهاترات، بالقسر بالقوة بالإجبار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أما نحن فكثير منا من يستحيي الكفرة والفجرة يدعون إلى باطلهم بكل صورة، حتى لو بلغت إلى العري وإلى الفجور لا يستحيون. ونحن أحوج إلى أن ندعو إلى الله وأن نبين الحق، فربما أحدنا يستحيي أن يتكلم إلى جاره بالكلمة الحسنة، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يستحيي من ذلك. وأعداء الإسلام لا يفتؤون، يدفعون الأموال وينفقونها ويجعلون أسهما من شركاتهم في الصد عن سبيل الله. أي حياء هذا؟ بل قد يكون هذا نوعا من البخل كما ذكرنا، والبخل بالعلم أشد قبحا من البخل بالمال، لأن العلم كلما أنفقته نمى وزاد، والمال إذا أنفقته نقص. والعلم تنفقه يحرسك، والمال تنفقه يخاطر بك، إلا أن يكون لله فيحمي الله عز وجل صاحبه. عباد الله، يؤدي بنا هذا إلى الكلام عن الجود بالمال. والجود بالمال لا يحتاج إلى كلمات طوال، كل منا يعرف كيف يكون الجود بالمال. أعلاه الإيثار، وأن يبذل الإنسان لعدوه. انظروا إلى صفات أهل الإيمان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، فبعث إلى أبياته فلم يجد شيئا، لا شيء. وهكذا كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي ملك
تلك البلاد وكانت إليه تهوي قلوب العباد لا يملك شيئا من الزاد. فقال: من يضيف ضيفنا أن يذهب بهذا الضيف يطعمه؟ فقام رجل من الأنصار وانطلق إلى بيته وقال: ماذا عندكم؟ قالت امرأته، هو أبو طلحة وامرأته أم سليم، قالت امرأته: والله ما عندنا إلا طعام الصبية. فقال: فإذا جاعوا فنوميهم وأطفئ السراج ونحن نطوي بطوننا وننام. فلما جاء الضيف، لما تباغى الصبية جوعا نومتهم وأطفأت السراج حتى يأكل الضيف، لأن الطعام لا يكفي لثلاثة. ثم جعل كل منهم يعني يري الضيف أنه كأنه يأكل، حتى شبع الضيف ونام. فلما أقبل الأنصاري في صباح ذلك اليوم قال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما، وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يحرم ولده لإكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيثار عليه الصلاة والسلام بده وبأمه، يقدم غيره على نفسه، هذا من أعلى أنواع الكرم والجود، أن يكرم عدوه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والأسير لا يكون إلا من الأعداء، فهو يطعم الأسير ويختار من طعامه أطيبه. ويطعمون الطعام على حبه هذا الأسير، حتى يخرج هذا الأسير من أسره. وتعرفون ثمامة بن أثال، وكان كالملك في اليمامة، لما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لما رأى من كرم طباعهم أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث، فانطلق إلى نخل في المدينة فاغتسل ورجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هكذا كانت طباع جميعهم، ولم يدخل البخل إلى أمة الإسلام حتى ضعف إيمانها وبعدت عن دينها وجهلت ما ينبغي عليها لربها عز وجل. وإلا فلا يكاد إنسان يجد في أمة الإسلام في زمن الصحابة، في زمن التابعين، من يعرف منه شيء من ذلك. لكنهم كانوا يتفاوتون في عظم ما عندهم من الجود والكرم، كل ذلك. وأدنى الكرم والجود، لا يجد الإنسان شيئا يقدمه، ماذا يفعل؟ أن يبش في وجه أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا الله ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، وفي رواية: ولو بكلمة طيبة، ما تجد إلا شيئا قليلا قدمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومنه أيضا انظار المعسرين والتجاوز عنهم كما ذكرنا، كل ذلك داخل في الجود بالكرم. أن يكرم جاره، أن يكرم ضيفه. لا يؤمن أحدكم أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام على تلك الروايات كلها. المسلمون إخواني، فيهم الفقر وفيهم القهر
وفيهم الحرمان، وفيهم المرض، وفيهم البرد الشديد، وفيهم الديون الكثيرة. إذا طرق هؤلاء الناس المحتاجون أبوابنا فأغلقناها فمن لهم؟ ينبغي على المسلم أن لا يضيع أمرا أمره الله عز وجل به، ونحن مأمورون بأن نسد حاجات إخواننا من المسلمين، وكل هذا يعود لنا، هذا يعود إليك يا عبد الله، لأن الله تعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا عند الله في القيامة وفي الدنيا. ما من يوم يصبح إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويعطى الإنسان أكثر مما ينفق، والله يعيد إليك ويزيد ويبارك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، في هذه اللحظات أتذكر أن كثيرا من الناس أو بعض الناس يتبرم ببعض إخوانه إذا قدموا عليه واستضافهم جزعا من قلة الرزق، فأين الله؟ أيها الذي يتبرم ويتضجر، الذي يرزقك ويرزقه هو الله، رزقك وأنت جنين في بطن أمك ثم ارتضعت فرزقك، وكنت صغيرا فرزقك، فلما كبرت وعقلت صرت تفكر في الرزق، وصرت تفكر كيف يمكنني أن أستمر في الحياة. أما نتقي الله؟ والله إن خزائن الله ملأ وكلها بيد الله، فلا يظنن ظان في الله السوء، فلنتق الله في ذلك. وإذا كان أخوك في الله تقدم إليك ليسألك، فينبغي أن تتذكر: لا تتركه يتذلل، لا تتركه يستمر بالذل وصورة الصغار في السؤال، أجبه بسرعة. المشركون كان فيهم نوع من الفطنة لذلك، وكان فيهم الكرم، فكان أحدهم لا يدع الآخر يتذلل. وكما في شعر ابن الصلت لما تكلم إلى عبد الله بن جدعان قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أفصل ما الذي أريده؟ لا، لا تفصل. وتسأل وتتتبع، ولا أريد أن أذكر قصصا لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، فهي تكثر كثيرة جدا. منهم من يغضب على نفسه أنه ترك السائل يأتيه ولم يذهب هو إليه، ومنهم من دخل بيت من وجد فيهم البرد الشديد والثياب الرقيقة فخلع ثيابه وقال لغلامه: لا ألبسها، أعيش مثلهم حتى أسد جوعتهم وأدفئهم. الأمر والكلام في ذلك يحتاج إلى خطب. نتذكر أن إخواننا يحتاجون منا في كل مكان،
في بلادنا هنا في كثير من القرى الفقر الشديد والحاجة الملحة، لا نقصر معهم، ما ينبغي أن ننتظر. ومن صور الجود أيضا أن تجود بالجاه وبالسلطان وبالمنصب تستعمله لخدمة إخوانك. والله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عفوكم. فينبغي على المسلم أن لا يقصر. إخواني، إذا أردت القدوة بالأنبياء لا تخفى علينا. وانظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما جاءه النفر الذين لا يعرفهم، ماذا فعل؟ لم يسألهم، وراغ، يعني أنه لم يذهب بشكل مباشر حتى لا يتوقعوا منه أنه يأتيهم بالكرم، وراغ إلى أهله. ماذا فعل؟ جاء بعجل وحنذه، يعني شواه، وجاءهم به، وعجل سمين، لم يسألهم. الدليل أنهم اكتشف أنهم ملائكة بعد ذلك لا يأكلون، حتى كان كما قال عكرمة كان يسمى أبا الضيفان. وسماهم الله عز وجل ضيفا مكرمين، أي أن إبراهيم أكرمهم حينما ابتدأهم بطلاقة الوجه، وابتدأهم بالكرم من غير أن يسألهم، كما قال مجاهد. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل شيئا أعطاه. وإذا تكلمت عن صور الكرم، فمرة واديا من الغنم يعطيه، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بل إن من الصالحين. تعرفون قصة ذلك الذي مع الأقرع والأبرص والأعمى؟ فبخل الأقرع والأبرص، وأما الأعمى لما جاءه الملك متمثلا بصورة أعمى، وقد كان هذا الذي كان أعمى كان قد أبصر، فقال له: مسكين انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته. فقال: أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. عطاء، وهو واحد من الصالحين، له من الملائكة، له من الرسل والأنبياء، ولا حتى من الصحابة. فالقدوة في العطاء، لا تخف، أنفق ولا تخف الفقر، حتى لو كنت قليل المال. عائشة رضي الله عنها، وأختم، جاءتها مسكينة معها ابنتان تستطعمها، ما كان عندها شيء في البيت إلا 3 تمرات، فقدمت إليها 3 تمرات، فأعطت ابنتيها تمرتين وأخذت تمرة، فلما أرادت أن ترفعها إلى فيها استطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة شقتين وأعطت كل واحدة منهما شقة فأكلتا، فأعجبها ذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله قد أوجب لها بها الجنة. إن الله قد أوجب لها بها الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا سخاء الطباع وكرم الأخلاق
وجودا في مالنا وأنفسنا وكل شيء لنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.